طلبة والطلبات في هذا اللقاء الجديد إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الاناتومي اوف ذا يورينري سيستم، اللي هو تشريح الجهاز البولي. الجهاز البولي هو أحد الأجهزة الإخراجية الأساسية في الجسم. النهاردة هناخد إن شاء الله الاناتومي بتاعه أو تشريحه وأجزائه تفصيلا. يعني الليرنينج اوبجكتيفز بتاعتنا، الحاجات اللي هقولها لحضرتك دي المفترض في اخر المحاضره نكون عرفناها كامله، فاحنا هنقولها بسرعه كده، وبعد كده في اخر المحاضره هنشوف المينا بيها ولا لا، اللي هي الانتندد ليرنينج اوتكمز، اللي هي المكتسبات التعليميه من خلال هذه المحاضره. After studying this lecture you will be able to describe the gross anatomy of the kidney and its coverings. Trace the blood supply through the kidney. Describe the anatomy of the nephron. Compare the gross anatomical structure of the kidney of the domestic animals. Trace the course and structure of the ureters. Describe the location, structure, and fixation of the urinary bladder. Appreciate the extent of the filled urinary bladder. Describe the gross anatomy and structure of the urethra. Project the kidney on the surface of the body in relation to the ribs and the transverse process of the lumbar vertebrae for palpation, biopsy, and radiology. Recognize the normal urinary organ in a series of urogram. Recognize the normal ultrasonography of the urinary organ. Make a comparability of the gross section anatomy and the computed tomography اللي هي CT. دي كانت الاوبجكتيف بتاع المحاضره، دي هنعرفها في اخر المحاضره ان شاء الله، نشوف المينا بالاوبجكتيفز دي او اهداف المحاضره ولا ما المناش بيها. نبدا كده ان شاء الله نشوف بقى اليورينري سيستم بيتكون من ايه. الأورجانز of the urinary system. الurinary system بيكون من 2 kidneys, right and left kidneys, 2 ureters, 2 ureters أو حالبين, و urinary bladders اللي هي المثانة البولية, and the urethra اللي هي الإحليل أو قناة مجرى البول. نبص حضرتك مع بعض كده, أدي urinary system في الدوج, 2 kidneys, 2 ureters الحالبين, urinary bladder اللي هي المثانة البولية, بيمتد منها بعد كده اليوريثرا. ده في كان في الدوج والكات. صور تانية معانا, ده في الميل وفي الفيميل سابجكت. في الذكر ادي التو كيدنز والتو يوريترز واليورينري بلادر ويمتد منها اليوريثرا, وادي هنا برضو في الفيميل التو كيدنز واليوريترز واليورينري بلادر واليوريثرا. ودائما نلاقي الرايت كيدني متقدمة في التموضع بتاعها او البوزيشن بتاعها عن الليفت كيدني, يعني بتبقى موجودة للامام داخل الجسم زي ما شفت بقى عن بعد كده. اول جزء فيه او اول اورجانز فيه اليورينري سيستم اللي هو الكيدني. في ميديكال ترمينولوجي او مسميات للكلى, فعندنا كلمه نيفرو دي جريك او لفظ يوناني. كلمه نيفرو معناها الاستادي اوف ذا كيدني, العلم اللي بيختص بدراسه الكليه بيسموه نيفرولوجي او طب الكلى, ده بيسموه نيفرولوجي. بقى كلمة نيفرو دي اعرف على طول ان احنا في منطقة اليورينري او منطقة الكيدني. كلمة رينو دي كلمة لاتينية او لاتين وورد بتطلق على برضو الكلية, فنلاقي مثلا الرينال ارتري اللي هو الشريان الكلوي, الرينال فين يبقى ده الوريد الكلوي, في رينو سبلينيك ليجامنت. نقسم الكلمة رينو قلنا خلاص معناها كلية, سبلينيك معناها طحال جاي من كلمة سبلين. رينو سبلينيك ده ليجامنت بيمسك الليفت كيدني مع السبلين موجود في الهورس. رينو ديودينال ليجامنت, رينو معناها كلية, ديودينام اللي هو الاثنى عشر اللي هو اول جزء من الامعاء الدقيقة, فرينو ديودينال ليجامنت ليجامنت بربط الكيدني مع الديودينام. فيه هيباتو رينال ليجامنت, هيبر يعني كبد او ليفر, هيباتو رينال معناها رباط ما بين الكبد وما بين الكلية, ما بين الكلية اليمنى والكبد, فبنسميه هيباتو رينال. يبقى لفظ نفرو او لفظ رينال بيطلق على الكيدني. دي كانت الترمينولوجي او الميديكال ترمينولوجي اوف ذا كيدني.
البوزيشن بتاعت الكدني، الكدني موجودة فين؟ الكدني موجودة في الساب لامبر ريجون في الدورز البارت اوف ذا ابدومين، يعني موجودة في المنطقة تحت القطنية. نشوف حضرتك الصورة دي، حضرتك تعرف ان الفيرتبرال كالم اللي هو جزء من الاكسيال سكيلتون بيقسم ليه مجموعه مناطق، سيرفايكال فيرتبري او الفقرات العنقيه، ودي الثوراسيك فيرتبري، وهنا منطقه اللامبر فيرتبري، بعد كده ساكرال فيرتبري، والكودا الاوركوكسجيال فيرتبري اللي هي الفقرات الزاليه. فمنطقه اللامبر الكليه موجوده تحت اللامبر فيرتبري، فالبوزيشن بتاعتها موجوده فين او بتتموضع فين؟ موجوده في الساب لامبر ريجون. نشوف صوره ثانيه اهو حضرتك، ادي الرايت كيدني ودي الليفت كيدني، وزي ما قلنا الرايت كيدني بتبقى مور كرينيال في البوزيشن بتاعتها عن الليفت كيدني. موجودين فين؟ موجودين تحت اللامبر فيرتبري، الترانسفيرس بروسيس اوف ذا لامبر فيرتبري. فبنقول ان البوزيشن بتاعتها بتبقى في الساب لامبر ريجون اوف ذا ابدومين. صوره ثالثه معانا ايه؟ نفس الكلام، موجوده الكيدني في الساب لامبر ريجون اوف ذا ابدومين. Located outside the parietal peritoneum, so called retroperitoneal. الكلية موجودة برا البريتون. البريتون ده غشاء سرس ممبرين، غشاء بيبطن التجويف البطني او الابدومينال كافيتي ومعظم البلفيك كافيتي او التجويف الحوضي. البريتون ده بيكون من طبقتين، بارايتال لاير وفيسرال لاير. البارايتال لاير دي محيطه كانها ستاره من طبقتين، الستاره دي الطبقه الخارجيه بتحيط بالحائط على طول، محيطه بجدار البطن وجدار الحوض. الطبقه الداخليه الفيسرال لاير دي بقى بتمسك الاحشاء مع بعضها، تعمل فولدز، تعمل ليجامنت، تعمل ميزنتري مصاريقه، تعمل اومنتم، تعمل رباط ما بين الأحشاء وبعضها. فكليا بتبقى ريتروبريتونية خارج هذا البريتون أو خارج الغشاء ده، فكليا بنلاقيها بتتموضع ريتروبريتونية أو البوزيشن بتاعتها بتبقى في الساب لامبريجون بس بره البريتون، بره الستارة دي، كأن الحائط اللي ورايا ده عليه ستارة بس هي بره الستارة دي، يعني ملاصقة على طول للعضلات تحت القطنية أو المنطقة تحت القطنية. أو خدنا كروس سيكشن في الابدومينال كافيتي، ده ناحيه الرايت وده ناحيه الليفت. لقينا الكليه اليمنى زي ما قلنا بتبقى موجوده قدام شويه عن الليفت كيدني، ونلاقي ده البريتون اهوت اللي بشاور لحضرتك عليه، ده البريتون اللي هو الغشاء السرس مبرين اللي هو بيعمل لايننج الابدومينال ومعظم البلفيك كافيتي. دي الرايت كيدني ودي الليفت كيدني. بنلاقي ان الكليه اهي، بص حضرتك معايا، بره البريتون ريترو بريتونيه، يبقى البوزيشن بتاعتها موجوده في الساب لامبر ريجون ريترو بريتونيه. ودي الجات اللي هي الامعاء والمعده، دول داخل البريتون زي ما حضرتك شايف كده معايا، دي الجات. فالكليه بتبقى ريترو بريتونيال. الرايت وان از مور كرينيال ذان ذا ليفت وان اكسبت ان ذا بيج اند كات. في البيج والكات بنلاقي في الكات زي ما حضرتك شايف كده الكليتين قبل بعض، وزي ما نشوف بعد كده الديفرنت بوزيشنز اوف ذا كيدني في الديفرنت انيمالز، نلاقي ان الكليه اليمين بتبقى متقدمه دايما على الشمال ما عدا في البيج والكات. زي ما حضرتك شايف في الكات قدامك اهي، الاثنين بيبقوا موجودين في نفس المستوى او قبل بعض يعني. فده كان البوزيشن جنرال كده. فيما يسمى بالواندرنج كيدني، او في كليه متجوله، كلمه واندرنج يعني متجول، بتتحرك مكانها، كليه تمشي مكانها. عندنا في الرومينانت، ادي صوره لسمول رومينانت، في ما يسمى بالرومن. الرومن اللي هو اول جزء من الرومنانت ستومك، معدة المقترات دي بتتكون من اربع كومبارتمنت او اربع حجرات، ما يسمى بالرومن والريتيكولم والاميزم والابوميزم، يعني الكرش والشبكية والورقية والمنفحة. الكرش نتيجة وجود الكرش وامتلاؤه بيحرك الكلية دي، او الكلية بتتحرك تبع درجة امتلاء الكرش. لو الكرش مليان او بالاكل يعني في الدوس فود، يزق الكلية اللي هو موجود طبعا ناحية الشمال، يزق الكلية الشمال دي للامام. لو فض من الاكل ترجع هي للخلف تاني. ليه بقى؟ لان الفض من البروتون حواليها كبيرة، فبقت ايه؟ بينديولاس، معنقة، فسهل تتحرك. الكرش يملأ يزقها للامام، يفضى من الاكل او يبقى فارغ من الاكل ترجع ليه الخلف، فبقت الكلية بتاخد ديفرنت بوزيشن. ده في الحيوان نفسه هو حي، فبيسموها واندرنج كيدني او كلية متجولة.
On the ruminant animal, due to the presence of the rumen, the left kidney is pendulous and entirely invested with the peritoneum and can be pushed to the right side of the median plane, and so it is termed the wandering kidney. نتيجة وجود الكرش وامتلاءه وتفريغه من الأكل بنلاقي الكدني دي بتتحرك وكمان هي بيندولاس تلاقي فولد من البروتون مغطي عليها وبتتحرك بقى للأمام والخلف تبع لدرجة امتلاء الكرش ولذلك أطلقوا عليها الواندرنج كدني أو الكلية المتجولة. نفس الكلام في اللارج رومينانت ده موديل ليكاو ادي الرومن قدام حضرتك اهوت وادي الليفت كيدني احنا كده على الليفت سايد دي الليفت كيدني الكرش مليان بالاكل يزقها للخلف يفضل من الاكل تتحرك للايه للامام ولذلك اطلقوا عليها الواندرنج كيدني ده كمان مش بتتحرك للامام ده ممكن تعدي من الميديان بلين من المستوى الوسط ده تروح الناحيه اليمين كمان وبتبقى معنقه او بندولاس نتيجه وجود الكرش ده هوت بيغير موضعها او تموضعها. الكلية الجروس اناتومي بتاعها بقى دي بتبقى عموما في العموم الكلية في العموم كده جنرالي نقدر نقول عليها بين شيب شكل حباية الفول. Each kidney has two surfaces, two borders and two extremities. كل كلية وليها سطحين وحافتين ونهايتين زي ما هنشوف مع حضرتك كده اهو. ادي الكدني لما نشوف الجروس اناتومي بتاعها او الترشيح العياني قدام عيننا نشوف الكليه يمكن حضرتك تشوفها في المشرحه لها التو سيرفيسز وتو بوردرز وتو اكستريميتيز. نشوف بقى السيرفيس بتاعتها فيما يسمى بالدورزال سيرفيس والفنترال سيرفيس يبقى هي موجوده زي ايدي كده دورزال سيرفيس وفنترال سيرفيس سطح ظهري ده هيبقى ملامس للايه للسابلامبر ريجون او السابلامبر ماسلز اهو. ات از انكفرد ويز بروتونيه مش هي بره البروتون مش انا قلت ان هي خارج الستاره دي الدورزال سيرفيس بتاعها معلش بروتون اما الفنترال سيرفيس هو اللي عليه بروتون. And lie under the lumbar part of the diaphragm with psoas muscles and the iliac fascia. موجودة تحت الديافرام زي ما حضرتك شايف كده ادي الكلية الدورزال سيرفيس بتاعها او السطح الظهري بتاعها ملاصق على طول للساب لامبر ما بيستغطاش بالبروتون ده جزء السطح البطني هو اللي استغطى بالبروتون لانها ريتروبروتونية فموجودة عند اللامبر بارت بتاع الديافرام والسواس ماسل. ايه السواس ماسلز دي؟ عندنا عضلتين بيسموها سواس ميجور وسواس مينور ماسل دول عضلات تحت القطنية تحت الفقرات القطنية. طب ما هي الكلية موجودة تحت الفقرات القطنية العضلتين فوقها على طول فهي السطح الظهري بتاعها ملامس لهذه العضلات وكمان الالياك فاشيا او الفاشيا اللي موجوده في هذه الايه المنطقه. الفنترال سيرفيس بقى بيبقى كونفكس بيبقى محدب ومستغط بالبروتون لان ده هيبقى ملاصق للبروتون. اند ريليتد تو ذا ديفرنت ابدومينال اورجانز اس بنكرياس والسيكم والديسندنج ديودنم بيبقى له علاقه بالبنكرياس والسيكم الاعور والديسندنج ديودنم بيبقى ريليتد للابدومينال فيسرا او الاحشاء بتاعه البطن دي انما الدورزال سيرفيس ملاصق للساب لامبر ماسلز. ده كان السيرفيس. نشوف بقى البوردرز بتاعتها او الحواف بتاعتها في لاترال بوردر وميديال بوردر. اللاترال بوردر اللي حضرتك شايفه ده كده بيبقى كونفكس اند لاي تو ذا لاترال ابدومينال وول ان اديشن تو ذا سبلين ان ذا ليفت سايد. تبص تلاقي اللاترال بوردر بتاعها ملاصق لللاترال ابدومينال وول في الليفت سايد بيبقى موجود جنبه السبلين بقى ملاصق للسبلين. الميديال بوردر ده بقى بيبقى ستريت اند از ريليتد تو ذا كودال فينا كافا اند ذا رايت كيدني ان ذا رايت كيدني اند تو ذا ابدومينال اورتا ان ذا ليفت كيدني. الميديال بوردرز بتاعها ده اللي هنتكلم عليه تفصيلا بعد كده بيبقى في الليفت كيدني ماشي جنبه الاورتا وفي الرايت كيدني ماشي جنبه الكودال فينا كافا والاثنين واحد بيبقى كونفكس زي ما حضرتك شايف كده والتاني نيرلي استريت اللي هو اللاترال بوردر والميديال بوردرز. دي البوردرز بتاعت الكيدني او الحواف بتاعت الايه الكيدني. في لها كمان التو اكستريميتيز اللي هما النهايتين بتوع الكليه في كرينيال اكستريميتي النهايه الاماميه والكودال اكستريميتي النهايه الخلفيه. الكرينيال اكستريميتي بتاعتها
بتبقى سيك اند راوند زي ما حضرتك شايف كده، دي النهايه الكرانيال الاكستريميتي بتاع الكليه، وموجود عليها في الري الكدني موجود ما يس... موجوده في ما يسمى بالرينال امبريشن او بتعمل امبريشن على الكبد. الري الكدني دي موجوده ناحيه اليمين والكبد موجود ناحيه اليمين، وهي موجوده في مكان قدام الكليه الشمال يعني متقدمه عن الكليه الشمال، ولذلك تعمل ايه؟ تعمل بصمه او امبريشن على الليفر، تضغط على الليفر في المكان ده تعمل عليه ما يسمى بالرينال امبريشن، هو اسمه رينال يعني كلو، امبريشن يعني بصمه ليها، بس هو موجود فين الرينال امبريشن ده؟ موجود على الكبد وماسكه معاه كمان برباط بنسميه هيباتو رينال ليجامنت، هيباتو جاء من هيبر او كبد، ماسك الكليه دي بالايه؟ بالكبد، بس ثاني كليه اللي بتمسك في الكبد الرايت كدني، يبقى الرايت كدني بتمسك مع الليفر بحاجه اسمها هيباتو رينال ليجامنت، يبقى بالبرباط الكبدي الكلوي ده اهو، وعامل على الكبد رينال امبريشن. نبص نلاقي في البيج او الخنزير الكليه اليمين والشمال قبل بعض، احنا متفقين ان في كل حيوانات الكليه اليمين قدام ولذلك لها علاقه بالكبد وعامله عليه ايه؟ عامله عليه امبريشن، انما في البيج علشان الاثنين قبل بعض يعني الرايت رجعت للخلف شويه ما بقاش لها علاقه بالكبد، ولذلك نلاقي لا في رينال امبريشن على الكبد، ما فيش مش عامله بصمه على الكبد ولا ماسكه معاه برباط، يبقى الرينال امبريشن والرينال هيباتو رينال ليجامنت مش موجودين. الكودا الاكستريميتي بتاعتها او النهايه الخلفيه ليها بتبقى سين ونارو زي ما حضرتك شايف، دي الكودا الاكستريميتي بتاع الكليه ودي الكرينيال اكستريميتي بتاعتها. يبقى الكليه كانت لها اتنين سيرفس، دورزال سيرفس وفنترال سيرفس، لها اتنين بوردر لاترال بوردر وميديال بوردر، لها اتنين اكستريميتيز كرينيال اكستريميتي وكودا الاكستريميتي. في ما يسمى بالرينال هايلس، الرينال هايلس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ديبريشن في الميديال بوردر اوف ذا كيدني، الديبريشن او الانخفاض ده هوت اللي موجود ده المكان اللي ما بين النهايتين ده وفي انخفاض او عامل جيب كده بنسميه الرينال هايلس، ات ويتش ذا رينال ارتري الشريان الكلوي والرينال نيرف بلكسس الاعصاب اللي داخله للكليه والليمفاتكس واليوريتر والرينال فين، كل التراكيب اللي داخله وخارجه من الكليه بتدخل عن طريق الرينال هايلس ده، فده بيسموه الرينال هايلس. اهو الصوره معانا حضرتك اهي، المسافه اللي ما بين دي الديبريشن اللي موجود في الميديال بوردر بتاع الكليه ده بيسموه رينال هايلس، اللي هو في الرينال ارتري والرينال فين واليوريتر والليمفاتيك اللي هي الاوعيه الليمفاويه اللي خارجه من الكليه والاعصاب او النيرف اللي داخله ليه الكليه تغذيها، كله داخل عن طريق ما يسمى بالرينال هايلس. يبقى الرينال هايلس عباره عن ديبريشن اون ذا ميديال بوردر اوف ذا كيدني ات ويتش ذا رينال ارتري اند ذا نيرف بلكسس انتر اند ذا يوريتر والرينال فين اند ذا ليمفاتيك فيسلز ليف ذا كيدني. زي ما حضرتك شايف كده اللي احنا رسمناها دي الرينال هايلس، الفتحه اللي ما بين الاثنين بول او الدبريشن ده اللي على الميديال بوردر ده بيسموه رينال هايلس، عامل زي ايه؟ عامل زي فتحه الجيب بتاع الواحد كده، تخيل حضرتك الجيب بتاع اي جاكيت او جيب البنطلون الفتحه بتاعه الجيب نفسه بيسموها رينال هايلس. طب لما ندخل جوه بقى شويه، التجويف نفسه او الجيب نفسه، انت دخلت جوه الجيب يبقى الفتحه نفسها هنا او الانخفاض ده اهو اسمه رينال هايلس، انما الجيب نفسه بقى انت دخلت في جيب البنطلون كده الفتحه نفسها اسمها رينال هايلس، لما تدخل جوه الجيب دي يسموها ايه؟ رينال ساينس. رينال ساينس عباره عن سنترال ريسيس ان ذا رينال هايلس ويتش كونتين ذا رينال بلفيس اند ذا رينال بلاد فيسلز، يبقى الفتحه اسمها رينال ايه؟ هايلس، انما الجيب اللي جوه دخلت ايدك جوه الجيب كده يسموه ايه بقى؟ يسموه رينال ساينس، رينال ساينس. طب تخيل حضرتك حاطط بالونه جوه جيبك ولها فتحه اماميه كده، البالونه دي اسمها ايه؟ اسمها الرينال بلفس، الرينال بلفس اللي هو حوض الكلى، حوض الكلى دوت او الحوض الكلوي ده اللي هو المنشا المتسع للحالب، ده اليوريتر اهو، ده اسمه الرينال بلفس، الرينال بلفس اللي هي البالونه اللي جوه جيبك دي وخارج منها الجزء الامامي منها ده اللي هو اليوريتر، يبقى الفتحه نفسها
الجزء ده بيسموه رينال هايلس، انما الجيب نفسه اللي دخلت حضرتك ايدك فيه بيسموه ايه؟ رينال ساينس. طب البالونه اللي جوه دي قلنا عليها اسمها ايه؟ اسمها الرينال بلفس، او المنشا المتسع لليوريتر هو الرينال بلفس. الرينال بلفس عباره عن الفيرست دايليتد بارت اوف اليوريتر، يبقى الجزء او المنشا المتسع للحالب، الحالب اللي انا بشاور عليه ده المنشا المتسع بتاعه بيسموه ايه؟ الرينال بلفس. السيتويتد ان رينال ساينس، تمام. يبقى احنا قلنا ده اسمه ايه؟ رينال هايلس. الجيب نفسه اسمه رينال ساينس، اللي جوه الرينال ساينس ده ايه؟ رينال بلفس، وداخل بقى جوه الارتري واللي خارج منه الفين، وداخل النيرف زي ما حضرتك شايف كده، الفين بيبقى خارج والنيرف داخل والارتري داخل جوه الكلى، فده بيسموه الرينال ساينس. It's shape varies in the different animals. شكل الرينال بلفز زي ما هنشوف تباعا بيختلف كتير. الرينال بلفز ده بأبسنت في اللارج رومانس، في الأوكس بيبقى مش موجود زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله. إزاي الكلية بيحصل لها فيكسيشن أو إزاي بتتثبت في مكانها؟ كل عضو من أعضاء ربنا حبيب بمكان أو تموضع في الجسم، وكمان في تثبيت أو حاجات بتعمله فيكسيشن في هذه البوزيشنز اللي موجودة فيها. الفيكسيشن بتاع الكيدني عن طريق ما يسمى بالبريشرز أوف ذا سراوندنج أورجان، ضغط الأحشاء المجاورة والرينال فاشيا ومجموعة من الليجامنتس. يبقى الكلية بتتسبب بثلاث حاجات: البريشرز اوف ذا سراوندنج اورجان، والرينال فاشيا اللفافات اللي حوالين الكليه دي، وكمان مجموعه من الاربطه او الليجامنتس اللي موجوده بتثبت الكليه في مكانها. The pressures of the surrounding organs and the attachment with the renal blood vessels. بص حضرتك معايا، ضغط الأحشاء المجاورة زي الكبد زي الأمعاء زي المعدة دي مثبتة الكلية في مكانها. كمان إيه؟ الاتاشمنت بتاعت الكلية مع الفيسلز اللي موجودة. إيه الفيسلز اللي موجودة؟ اللي أنا بشاور عليه ده ما يسمى بالكودال فينا كافا، ده الوريد الرئيسي اللي بيجمع الدم من البلفيك لمب والبلفس من الحوض والرجلين والبط، وداخل بقى على الصدر عشان نصب في الهارت، ده بيسموه كودال فينا كافا. كمان الاورطه اللي هو الشريان الرئيسي بالجسم اللي خرج من القلب ومشي كثوراسك اورطه وبعدين دخل البطن كمل كابدومينال اورطه، الاثنين دولت بيثبتوا الكلى عن طريق الاوعيه الدمويه اللي بتطلع منهم للكليه. يعني الاورطه بتبعت ما يسمى بالرينال ارتري، الرايت رينال ارتري والليفت رينال ارتري، ويخرج من الكليه الرينال فين. التحام بالاوعيه الدمويه دي بيعمل لها نوع من التثبيت. الرينال فاشيا دي عبارة عن condensation of the fibroelastic tissue surrounding the kidney contain mass of the fat اللي هي البري رينال فات which very little in the horse and well developed in the ruminant and in the pig. بص حضرتك الفاشيا اللي حوالين الكليه دي او اللفافات اللي حوالين الكليه دي عباره عن كوندنسيشن للفايبرولاستيك كونكتيف تيشو، نسيج الضم اللي هنا موجود كمان ما بين الطبقات بتاعه الرينال كبسول، دي عباره عن طبقتين بارايتال لير وفيسرال لير، كان الكليه جوه كيسين. الكيس اللي ملاصق عليه على طول دي فيسرال لير اوف ذا رينال كبسول، والكيس اللي بره دي البارايتال لير. ما بينهم ايه؟ ما بينهم كميه دهون بيسموها البري رينال فات. البري رينال فات دي بتبقى اكستنسيف او في الرومنانت كميه دهون كتيره اللي هي عامله بيت للكلى وعامله وساده للكليه، اللي هي كميه الدهون اللي حوالين الكلى دي، ولكنها بتبقى قليله قوي في الهورس، دي البري رينال فات. عندنا في مجموعه من الليجامنتس زي الهيباتو رينال ليجامنت، الرايت كيدني ماسكه في الكبد بما يسمى بالهيباتو رينال ليجامنت ما بين الرايت كيدني وما بين الليفر. كمان في رينو ديودينال ليجامنت ماسك الكليه مع الديودنم او اول جزء من الامعاء، ماسك الراي الكدني مع الديسندنج ديودنم او اول جزء من الامعاء الدقيقه، الراي الكدني مع الديودنم. بعد كده في رينوس بلينيك ليجامنت، الرينوس بلينيك ليجامنت ده ماسك ده موجود في الهرس والكامل بس، ماسك الليفت كدني مع الاسبلين اللي انا بشاور عليه ده الاسبلين ودي الليفت كدني. دي مجموعة من الليجامنت بتثبت، في بعضها موجود في حيوانات وبعضها الآخر بيغيب في حيوان آخر، فمش دول يعني مش ثلاثة ليجامنت اللي قدام حضرتك دولت موجودين في كل حيوانات. الاستراكشرز
of the kidney. الكيدني بتتكون من ايه؟ او لو فتحنا الكلية هنلاقيها جواها ايه؟ الكلية بتتكون من ما يسمى بالرينال كابسول والكورتكس والساب كورتيكال زون والمظلة. يبقى اربع حاجات كده هنقابلهم لما نيجي نفتح الكيدني ونشوف ايه التراكيب اللي جواها. الاساس هو الكورتكس والمظلة اللي هو القشرة والنخاع، انما لا ده فيه غلاف من بره بيسموه الرينال كابسول، وبعده يجي النخاع، وتحت النخاع في منطقة بنسميها الساب كورتيكال زون، وبعدين المظلة. زي ما نشوف حضرتك مع بعض كده اهو، ادي الرينال كابسول اللي بره دي، وده الكورتكس ومنطقة الساب كورتيكال زون، بعد كده دي كلها المظلة، دي المظلة او النخاع بتاع الكلى، وادي الرينال كابسول اهي اللي هي المحفظة الكلوية او النكتف تيشو اللي حوالين الايه الكلى. لما نيجي نتكلم عن الرينال كابسول، الرينال كابسول عبارة عن thin fibrous capsule containing few elastic fibers. The outer membrane that enclosed support protect the kidney. يبقى الطبقة الخارجية منها هي الطبقة الرينال كابسول دي، هي الطبقة الخارجية اللي بتحيط بالكلية بالكامل وبتحمى وبتعمل لها support. زي ما حضرتك شايف اللي مسكنا بالفورسيبس دي بيسموها الرينال كابسول. يبقى احنا لو جبنا كلية اول حاجة المحفظة اللي بره بيسموها الرينال كابسول. بعد كده الكورتكس اللي هو القشرة بقى، ده عبارة عن رضاش براون زون which has granular appearance due to presence of the visible red dots representing the renal corpuscles. لما هنشوف تركيب النفرون هنلاقي في طفت of the blood vessels أو capillaries في تجمعات غيرة من الشعيرات الدموية بتعمل ما يسمى بالكورباسلز، فبتلاقي القشرة منقطة بني كده نتيجة وجود الكورباسلز دي. زي ما حضرتك شايف هنا التنقيط اللون الرضاش براون كالوريشن دوت والدوت ابيرانس اوف ذا كورتكس نتيجة وجود الرينال كورباسلز في الكورتكس اهو. ده الكورتكس اهو، ودي منطقة الساب كورتيكال زون، ودي المظلة. الساب كورتيكال زون دي عبارة عن نارو دارك اريا ان ذا فورم اوف ذا سيفرال ارشز، منطقة غامقة شوية نارو دارك اريا وبتبقى دارك شوية نتيجة وجود ايه؟ نتيجة وجود ما يسمى بالاركويت ارتري. بص حضرتك معايا الشريان لما بيدخل ويلف كده يعمل شكل ايه؟ شكل اركت كده او شكل ارش قوس، او الاركويت ارتري دوت او الساب كورتيكال ارتري حتى بيسموه بعد كده هنشوف اسمه الساب كورتيكال تحت الكورتكس. فكون نتيجه وجود الارترز دي مجموعه الشرايين هنا في منطقه المنطقه اللي ما بين الكورتكس وما بين المظله، عملت لي ما يسمى بالساب كورتيكال زون، ودي موجود فيها الاوعيه الدمويه بالشكل ده اللي انا بشاور عليها، دي الساب كورتيكال زون. المظله، المظله دي كونسيستد اوف ذا فاريبل number of the striated conical masses بنسميها الرينال بيراميدز. الرينال بيراميدز او الاهرام الكلوية اللي حضرتك شايفها دي الاهرام الكلوية، البيز بتاعتها القاعدة بتاعتها متجهة ناحية الكورتكس اللي انا بشاور عليه ده الكورتكس، ودي منطقة الساب كورتيكال زون، دي بقى منطقة الايه المظلة، دي كلها الايه المظلة. الاهرام اللي موجودة قدام حضرتك الرينال بيراميدز دي لها بيز بيتجه ناحيه الكورتكس، والابيكس بيتجه ناحيه السنتر اوف ذا كيدني. اي دي الرينال بيراميدز ودي الرينال بابيلا. كل بيراميدز ده يفتح في كوليكتنج بابيلا. البيراميدز ريمين ايزر سيبريتد اور بارشال اور كومبليتلي فيوزد. لسه بقى هنحكي ازاي الاهرامات النخاعيه دي، هل هي بتخليها سيبريتد كده بالشكل ده ولا بتتجمع في حاجة واحدة؟ فلو اتجمعت في حاجة واحدة يعني اتجمعت في بابيلا واحدة حلمة واحدة او فتحة واحدة نسميها يوني بابيلاري كيدني زي ما نقسم بعد كده. لو خلت سيباريتد او منفصلة عن بعضها تتكون ما يسمى بالمالتي بابيلاري كيدني، فدي بيسموها المضلري بيراميدز او الرينال بيراميدز. كل بيراميدز يفتح فيه بابيلا زي ما هنشوف بعد كده. الرينال بابيلا دي التيب اوف ذا رينال بيراميدز ذات از ريليز ديورين انتو كاليكس. البابيلا اللي هي الحلمه الكلويه دي اللي بتفتح عندها كل كوليكتنج داكتس او القنوات المجمعه من البيراميدز دي بيسموها الرينال بابيلا. يبقى احنا عندنا في
كورتكس سبكورتيكال زون المظله. المظله عباره عن رينال ايه بيراميدز، رينال بيراميدز، وكل بيراميدز يفتح فيما يسمى بالرينال بابيلا، يا اما الرينال بيراميدز دي تجمع كلها في بابيلا واحده زي ما هنشوف بعد كده، يا اما تخليها سيباريتد زي ما حضرتك شايف كده. لو اتجمعت كلها في رينال بابيلا واحده بس مش الشكل اللي قدامنا دي، نسمي البابيلا او الحلم مش حلمات منفصله كده، نسميها ايه؟ نسميها يوني بابيلاري كيدني، فتبقى كومون بابيلا. انما هنا دي مالتي بابيلاري كيدني، الرسمه اللي قدامنا دي مالتي بابيلا، لان كل رينال بيراميدز بيفتح فيه رينال بابيلا منفصل اهو زي كده اهو، زي ما حضرتك شايف ادي الرينال بيراميدز، البيز بتاعته متجهه ناحيه الكورتكس، والابيكس بتاعه متجه ناحيه السنتر اوف ذا كيدني، يصب فين؟ يصب في الرينال بابيلا. المدلر ريز دي عباره عن نارو سبيكس اوف مدلر تيشو رادييتنج انتو ذا كورتكس. ده هي اسمها مدلر ريز، بس خلي بال حضرتك بقى موجوده فين؟ ده موجوده في الكورتكس، مع الناس اسمها مدلر ريز. الاجزاء من المدله الموجوده ما بين الرينال بيراميدز او المدلر بيراميدز ممتده داخل الكورتكس بيسموها مدلر ريز، يبقى عباره عن نارو سبيكس زي ما حضرتك شايف كده اهي اوف ذا مدلر تيشو رادييتنج انتو ذا كورتكس. يبقى المدلر ريز هي طالعه من المدله بس موجوده فين؟ موجوده في الكورتكس. الرينال كولمز ار كورتيكال سبستانس اكستند بتوين ذا بيزس اوف مدلر بيراميدز. ده زي ما في سبيكس او حاجات صغيره كده طلعت من المدله وراحت في الكورتكس، الكورتكس كمان حصل له امتداد ما بين ايه؟ ما بين المدلري بيراميدز او الرينال بيراميدز. ده الجزء اللي ممتد ما بين الرينال بيراميدز ده بيسموه رينال كولمز. الرينال كولمز او الاعمده الكلويه دي هي جزء من الكورتكس بس ممتد فين؟ ممتد ما بين المدلري بيراميدز. يبقى في حاجات بتطلع من المظله بس تبقى موجوده في الكورتكس يسموها مدلر ريز ولكنها موجوده في الكورتكس، والرينال كولمز هي جايه من الكورتكس بس موجوده فين؟ في المظله ما بين الرينال بيراميدز او المدلر بيراميدز، الاجزاء اللي هي ما بين المدلر بيراميدز دي. يوزد از سبيس فور بلاد فيسلز، بتتحرك فيها بقى المكان ده بيتحرك فيه البلاد فيسلز، بلاد فيسلز تمشي من خلاله عشان توصل للكورتكس زي ما هنتكلم في الارتريال بلاد سبلاي اوف ذا كيدني. الرينال بيراميدز اهي، وادي الرينال كولمز اللي هي اجزاء او كورتيكال سبستانس اكستند بتوين ذا بيزس اوف ذا مدلري بيراميدز، الاجزاء دي بيسموها ايه؟ رينال كولمز. كلمه رينال لوبيول، رينال لوبيول يعني فصيص كلوي، ده عباره عن كاب لايك كورتيكال سبستانس انكلوز ذا بيز اوف ذا رينال بيراميدز. بص حضرتك معايا الجزء ده من الكورتكس، مش اتفقنا ان ده الكورتكس ودي المظله ودي السب كورتيكال زون؟ الجزء اللي شكل القبعه ده او كاب لايك بارت من الكورتكس بيغطي البيز اوف ذا مدلري بيراميدز او الرينال بيراميدز، ده بيسموه ايه؟ الليبيول. يبقى الليبيول بيكون منين؟ من الكورتكس، يبقى بيسموه الفصيص الكلوي الليبيول. طب بص حضرتك معايا كده بقى لما كملنا بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه لوب، بقى اسمه ايه؟ لوب او استراكشر يونت اوف ذا كيدني فورمد فروم مدلري بيراميدز اند رينال لوبيول. يبقى الوحده التركيبيه ل الكلية بيسموه رينال لوب، الفص الكلوي. الفص الكلوي بيكون من ايه بقى؟ بيكون من اللوبيول اللي هو جزء من الكورتكس بجانب ايه بقى اللي انا بشاور عليه ده؟ المدلري بيراميدز. يبقى مدلري بيراميدز وعليه كاب لايك اريا كده او كاب لايك كورتيكال ماتيريال كده، ده كله يسموه ايه؟ لوب. الجزء من الكورتكس يسموه لوبيول زي ما نشوف تاني اهو، ده كده لوبيول اهو. لو كبرنا كده خدنا معاه جزء من المظله اللي هو المدلر بيراميدز بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه لوب. يبقى كان الاول لوبيول، خدنا جزء من المظله بقى اسمه ايه؟ لوبيول. وجزء من المظله عباره عن مدلر بيراميدز، مدلر ايه؟ بيراميدز. يبقى عرفنا فرق ما بين كلمة لوب أو رينال لوب ورينال لوبيول. الكالكس، الكالكس ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوليكتنج ساك سراوندنج ذا رينال بابيلا ذات ترانسبورت يورين فروم ذا بابيلا تو ذا رينال بلفس. بص حضرتك معايا الرينال بيراميدز أهو بيفتح في رينال بابيلا، الرينال بابيلا دي يستقبلها ما يسمى بالكالكس أو كؤوس تستقبل الرينال بابيلا،
كل مجموعة رينال بابلي تتجمع في كالكس، في منه ما يسمى بالكالكس ماينور والكالكس ميجور، يبقى في واحد صغير واحد كبير، المانيور كالكس والميجور كالكس اهو زي ما هتشوف معايا هنا كده، ده الكالكس مينور وده الكالكس ميجور، او اتنين كالكس ميجور اهو، واكتر من واحد صغير بيختلف عددهم في الحيوانات اللي فيها القصة دي. فده كالكس ماينور وده كالكس ميجور، بيفتحوا على ايه؟ يفتحوا على الرينال بلفس اللي هم ينقلوا اليورين من الكيليا ينقل على اليوريتر، ينقل على الرينال بلفس الاول بعد كده الايه؟ اليوريت. النفرون، النفرون هو الوحدة الوظيفية للكلية. النفرون ده بيكون من ايه؟ بيكون ما يسمى بالرينال كورباسلز وجواها الجلوميرولاي، دي الرينال كورباسلز وجواها الجلوميرولاي، وبعدين اللي بره دي اسمها الباومانز كبسول، باومانز كبسول. بعد كده من الباومانز كبسول تطلع ايه؟ تطلع البروكزيمال كونفوليوتد تيبيول اللي انا بشاور عليها دي، بروكزيمال كونفوليوتد تيبيولز، الانيببات ملتويه دانيه او العلويه اللي هي البروكسيمال كونفوليوتد تيبولز. بعد كده اللوب اوف ذا هينل ديسندنج ليمب، بعد كده اسندنج ليمب، بعد كده الديستال كونفوليوتد تيبول. الديستال كونفوليوتد تيبول تفتح بكولكتنج داكت، الكولكتنج داكت دي تتجمع كلها لحد ما تفتح في بابيلا. فدي تركيب العام للنفرون زي ما حضرتك شايف اهو، جلوميرولاي وبعدين الباومانز كابسول حواليها، بروكسيمال كونفوليوتد تيبول، اللوب اوف ذا هينل والديستال كونفوليوتد تيبول، بعد كده كولكتنج داكت تفتح على رينال بابيلا اللي هي هتفتح فين؟ في الرينال بلفس اللي قدام حضرتك اهو، الرينال ايه بلفس يفتح فين؟ على اليوريتر. فالنفرون هو الستراكشر والفانكشن يونت اوف ذا كيدني. عندنا في الهيومن او في الانسان عدد النفرونز بيوصل لمليون نفرونز في الكليه الواحده، في الحيوانات الكبيره او اللارج رومنانت مثلا ممكن يوصل من 2 ل 4 مليون نفرون في الكليه، في السمول انيمالز ممكن يوصل من 200 الف لنص مليون نفرون في الكليه زي الدوج والكات، فعددهم مهول. ليه بقى الكليه مهمه؟ يعني احنا ما رضيناش نتكلم على الوظيفه بتاع الكليه او الاهميه بتاع الكليه لما نشوف التركيب بتاعها ان فيها نيفرونز او فيها وحدات تركيبيه. ليه الكليه مهمه؟ ده الكليه دي الفلتر بتاع الجسم، الجهاز البولي هو جهاز الاخراج الاساسي في الجسم، يصفي الجسم. في اجهزه ثانيه اخراجيه زي الدايجستيف زي الريسبيراتوري، انما الكليه دي المصفى بتاع الجسم، دي اللي بتنقي الجسم من الشوائب اللي موجوده فيه. فليه الكليه مهمه؟ بص حضرتك معايا كده، الكليه بتقوم بوظائف كتير جدا زي الاكسكريشن، تترك كل الوسط برودكتس، كل الفضلات اللي موجوده في الدم تروح تترشح وتتفلتر وتتنظف في الكلى، والمفيد منها يرجع للدم تاني، والحاجات اللي هي ضاره بالجسم يتخلص منها عن طريق اليورينيشن او عن طريق يكون اليورين والبول ويحصل له اكسبيلد للاكستيريور او للخارج. كمان ده لها دور في ايه؟ في تنظيم ضغط الدم عن طريق افراز الرينين، الرينين ده مسؤول عن تظبيط ضغط الدم. كمان الاريثروبيوتين ده هو الماده اللي بتتفرز من الكدني، الاريثروبيوتين بيعمل ستيموليشن للبرودكشن اوف ذا ريد بلاد سيلز من البون مارو، كمان بتعمل ريجوليشن للبون مينرال ميتابوليزم، هي اللي بتساعد على تحويل الفيتامين دي من الانكتف فورم للاكتف فورم. وكمان الكليه قلنا بتتخلص من كل الوسط برودكتس اللي موجوده في الجسم، وبتعيد امتصاص كمان ايه؟ كمان المواد المفيده للجسم. فلها العديد من الوظائف، تعرفها تفصيلا ان شاء الله مع اساتذتنا في الفسيولوجي. لما نيجي نشوف الكلاسيفيكيشن اوف ذا كيدني، تقسيم الكليه تشريحيا بيقسموها لعديد من القواعد. اول قاعده according to the number of the loops، احنا عرفنا عن ايه لوبس بقى، احنا قلنا اللوبس بيكون من اللوبيول اللي هو جزء كاب لايك بارت من الكورتيكال سبستانس، وبيغطي رينال بيراميد، الرينال بيراميدز ده هو مع اللوبيول بنسميه ايه؟ بنسميه لوب. في بعض الحيوانات بتتكون الكليه بتاعتها من فص واحد فيسموها ايه؟ يسموها يوني لوبر كيدني، وفي حيوانات بتتكون من اكثر من لوبس فبيسموها مالتي لوبر كيدني. اليوني لوبر دي مش شائعه، ده اليوني لوبر موجوده فين بقى؟ موجودة
موجودة في الرات والرابت، إنما كل الحيوانات اللي احنا بندرسها مالتي لوبر، يبقى عديدة الفصوص، يبقى في واحدة الفصل دي موجودة في الرات والرابت، وعديدة الفصوص دي موجودة في باقي الايه الحيوانات all other animals. تاني قاعدة للتقسيم according to the degree of the fusion of the cortical substance. الكورتكس بتاع الكدني ده ملتحم مع بعضه ولا متفصص عن بعضه اجزاء، واللي هي اللوبيول بقى، مش احنا قلنا اللوبيول ده جزء من الكورتكس؟ اللوبيول زي دي اللوبيولز اللي هي الفصيصات ملتحمة مع بعضها ولا مش ملتحمة؟ لو ملتحمة مع بعضها نسميها ايه؟ نسميها سموث كيدني، سموث ملساء، تبص تلاقي السطح بتاعها املس. انما لو مش ملتحمة، لو ما بينها شقوق بقى وسايبه فراغات ما بينها، يسموها ايه؟ فيشرد كيدني. يبقى الكيدني اهو اف دي في الهورس والدوج، في كل الحيوانات الكيدني بتبقى سموث زي الهورس والدوج والشيب والجوت والبيج والكامل، زي ما حضرتك شايف السطح املس كده. ليه بقى؟ كل اللوبيولز ملتحمه، كورتيكال سابستانس التحمت مع بعضها، او كورتيكال لاير اوف زيرينا لوبس ار فيوزد. في اللارج رومانس بنلاقي اللوبيولز مفصصه زي ما انت شايف كده، فبيسموها فيشرد كيدني فيشر، لان الكورتيكال سابستانس ما حصلش فيها كومبليت فيوجن، فادتني ما يسمى بالفيشرد كيدني. اهو الرينال لوبيولز ار انكومبليتلي ايه فيوز، مش ملتحمه بالايه بالكامل، ودي مش موجوده غير فين؟ غير في اللارج رومانس. اللارج رومانس المقترات الكبيره زي الابقار والجاموس او الكاو والبافلوس. تالت قاعده لتقسيم الكيدلي اكوردنج تو ذا فيوجن اوف سيرينا البابيلا. الرينا البابيلا اللي هي نهايه الرينا البيراميدز، نهايه الرينا البيراميدز هل هي ملتحمه؟ يعني كل القنوات اللي جايه من الكليه دي متجمعه في فتحه واحده، فيسموها ايوني بابيلاري كيدني، كليه وحيده الحلمه او مالتي بابيلاري كيدني. اليوني بابيلاري كيدني موجوده في كل الحيوانات ما عدا اللارج رومانس والبيج، في الهورس والدوج والشيب والجوت والكامل. الفيوجن اوف زيرينا البابيلا از كومبليت فورمينج كومون رينا البابيلا، يبقى كل الحلمات اللي جايه من الكليه متجمعه في حلمه واحده فيسموها يوني بابيلاري كيدني. انما لو اكتر من حلمه زي ما نشوف الاول كده في الهورس، اهو في الهورس كل الحلمات دي، بص حضرتك معايا كده اهو، الحلمات دي كلها اتجمعت في مكان واحد، اتجمعت في حلمة واحدة، فتحت على ما يسمى بالرينال بيلفس اللي هو حوض الكلى، فعمل فانل شيب سنترال كافيتي وعمل اتنين لاترال ريسيس. لو نرجع تاني كده اهو، دي كل الرينال بابيلا اتجمعت في بابيلا واحدة، اتجمعت في حلمة ايه؟ حلمة واحدة بس، فتحت على الرينال بيلفس او حوض الكلى. انما لما تكون بقى كل مجموعه من الحلمات فاتحه على ما يسمى بالكالكس ماينور، او كالكس مينور مينور كده، وبعدين يفتح على ايه؟ كالكس ميجور، ويفتحوا بعد كده على اليوريتر، دي يسموها ايه؟ يسموها مالتي بابيلاري كيدني، لان بقى في اكتر من حلمه فاتحه على اليوريتر او الرينال بيلفس في البدايه. فلو كل الرينال بابيلي فاتحه على فتحه واحده، عملت رينال سنجل رينال بابيلا او كومون رينال بابيلا، كومون رينال بابيلا يسموها يوني بابيلاري كيدني. لو بقى بالشكل ده كده كل مجموعه رينال بابيلي فتحت على كالكس كده مينور وبعدين كالكس ميجور، دي يسموها ايه؟ مالتي بابيلاري كيدني، مالتي بابيلاري كيدني. صورة تانية اهو، بص حرك معايا، ده فتح على وان رينال بابيلا، يبقى كل الحلمات اللي جاية من المدلري بيراميدز فتح على كومون رينال بابيلا، هي فتحة واحدة جمعت كل القنوات اللي جاية دي، انما هنا فتحت اكتر من فتحة، فدي سموها ايه؟ يوني بابيلاري، ودي مالتي بابيلاري لو على اكتر من فتحة زي ما قلنا كالكس مينور وكالكس ميجور. According to the previous two bases تبع للقاعدتين اللي فاتوا دول، قسموا الكلية لإيه؟ لقينا ثلاث أنواع من الكلية تبع القاعدتين اللي فاتوا، هو هل الكورتكس ملتحم مع بعضه ولا مش ملتحم؟ لو ملتحم مع بعضه نسميها سموث، لو مش ملتحم مع بعضه نسميها فيشرد. طب لو كل القنوات بتفتح على فتحة واحدة عمل الكومون رينال بابيلا نسميها ايه؟ نسميها يوني بابيلاري. لو بتفتح منفصلة عن بعضها، يعني كل شوية بيفتحوا في كأس كده اسمه كالكس، نسميها ايه؟ نسميها مالتي بابيلاري كيدني. قسموا بقى الكلية، لقينا في الحيوانات ثلاث انواع من الكلية تبع القاعدتين السابقين دول. اول نوع سموه سموث يوني بابيلاري كيدني، سموث يوني بابيلاري كيدني. تاني نوع سموث بس مالتي بابيلاري، يبقى في الاثنين الاولانيين دول السطح املس سموث،
الفيوز, يعني الكورتيكال سبستانس حصل لها كومبليت فيوجن ولكن واحده يوني بابيلر, يعني كل القنوات اتجمعت في حلقه واحده كومون رينال بابيلا, والنوع الثاني سموث برضو بس البابيلي بتبقى منفصله. ثالث نوع بيبقى ايه, فيشرد ومالتي بابيلاري. فيشرد يعني الكورتيكال سبستانس مش ملتحم التحام كامل, كمان بابيلي منفصل عن بعضها وتقابلها ما يسمى بالكالكس سواء مينور او ايه ميجور. فنبص بقى السموث يوني بابيلاري كدني موجوده في الهورس والدوك والشيب والجوت والكامل. السموث بس مالتي بابيلاري دي موجوده في البيج, امال دي تبقى موجوده فين فيشرد ومالتي بابيلاري؟ مدام فيشرد احنا قلنا مش موجوده غير فين, غير في اللارج رومانس اللي هو بناخد مثال يعني الاوكس, يعني اللارج رومانس اللي هي الكاو والبافالو. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الكليه بتتكون من كورتكس ومظله وفي منطقه اسمها السب كورتيكال زون وبيغلفها من الخارج ما يسمى بالرينال كابسولز. عرفنا البيول واللوبس بتاع الكيدني, عرفنا البيول ايه واللوبس ايه, وعرفنا بعض المصطلحات زي الرينال هايلس والرينال ساينس واللي عرفنا رينال كولمز والمدلري بيراميدز. عرفنا تركيب الكليه, دلوقتي عرفنا احنا ايه تركيب الكليه الاستراكشر اوف ذا كيدني, ازاي نعمل دايسكشن او ديسكشن للكليه, نشرح الكليه ازاي. بص حضرتك معايا كده, انت حضرتك بتجيب كليه ولتكن بتاعه شيب مثلا, يعني عاوزين نشرح كليه ونشوف تشريح ايه في المشرحه. بتجيب كليه بتاع شيب, هتشوف حضرتك اوبزيرف زي اديبوز تيشو اللي هي الكبسوله اديبوزا او الاديبوز كبسول اللي بره, مش احنا قلنا الكبسوله اللي حوالين الكليه دي بتتكون من طبقتين بارايتال لير وفيسرال لير. الفيسرال لير هنشوفها دلوقتي واحنا بنشيلها, البارايتال لير ما بينهم كميه من الدهون اللي هي عامله بيت الكلاوي ده, هو كميه الدهون دي بيسموها ايه, بيسموها الكبسوله اديبوزا او الاديبوز كبسول, أو بيشيل الكبسول أديبوز. شلنا الأديبوز كبسول أو الدهون اللي حوالين الإيه الكلي. بعد كده بص بقى حرك عملنا إيه, نشيل الرينال كبسول بقى نفسها, الغلاف بتاع الكلية نفسه اللي بيتشال بالفورسيبس ده هنعمل ريموف للرينال كبسول. شلنا الرينال كبسول, المفروض بقى نشوف ايه, نشوف الكورتكس, هل الكورتكس دوت ملتحم مع بعض ولا مش ملتحم. لا ده في الشيب, احنا اتفقنا ان هي الكدني دي بتاع الشيب دي سموث, سموث كدني ويوني بابيلر زي ما نشوف بعد شوية. نلاحظ برضو بعد ما شلنا الكبسول, نلاحظ الانخفاض اللي هنا اللي سميناه الرينال ايه هايلس, ولو دخلنا جوه شويه يبقى اسمه ايه, انا قلت فتحه الجيب اسمها رينال هايلس, دخلت جوه الجيب بقى اسمه رينال ايه ساينس. تمام, يبقى الاحظ المنطقه المنخفضه في الميديال بوردر بتاع اللي بنسميه رينال هايلس, دخلت جوه هنا بقى اسمه رينال ساينس. دي كلها حاجات اشوفها وانا بشرح الكليه. تمام, هبدا بقى اقطع الكليه نصين زي اعمل سيجيتال سيكشن او كورونال سيكشن في الكليه زي ما انا هيقطع قدام حضرتك كده, قسمناها اتنين اهوت. نشوف بقى الديفرنت ستراكشرز اللي احنا شفناها, قلنا هنا ده الكورتكس, هنا السب كورتيكال زون اللي فيها السب كورتيكال بلاد فيسلز, ودي المظله. المظله بص حضرتك هنا بتتجمع كل البابيلي في كومون رينال بابيلا, تفتح على ما يسمى بالرينال بلفس. يبقى كل الفتحات اللي جايه من المظله دي فتحت في ايه, فتحت في كومون رينال بابيلا, عملت فتحت في ما يسمى تم بي الرينال بلفس. الرينال بلفس هنا هو سنترال كافيتي وفي تو ريسيسز, تو لاترال ريسيسز, وبعدين يستمر الرينال بلفس اللي هو حوض الكلى ويستمر كايه كيوريتر. بعد ما عرفنا التركيب المختلفة للكلية, المفروض بقى ايه نسترجع معلوماتنا, علامات مختلفة, او نعمل ريكول للنولج بتاعتنا او المعرفة بتاعتنا, ونشوف كل جزء تشاور عليه ازاي. يعني اول رقم واحد دي عبارة عن الرينال بيراميدز, رقم اتنين اللي هي الرينال بابيلا, الفتحة بتاعت الرينال بيراميدز دي بيسموها الرينال بابيلا, اليوريترز, نشوف الرينال فين, الرينال بيلفس رقم سبعة, الرينال بيلفس نسترجع بقى المعلومات بتاعتنا, الرينال كولمز رقم تمانية, والكورتكس رقم ايه تسعة. ان شاء الله دلوقتي هنتكلم على البلاد سبلاي اوف ذا كيدني اللي هو الامداد الدموي للكليه. الامداد الدموي للكيدني او الارتريال بلاد سبلاي كام فروم ذا رينال ارتري. الرينال ارتري
emerge from the abdominal aorta. اللي قدام حضرتك ده عبارة عن الابدومين والبلفس اوف ذا كات. فعندنا اللي ماشي الشريان الرئيسي ده عبارة عن الابدومينال اورتا، اللي جنبه باللون الازرق ده الكودا الفينا كافا او الوريد الاجوف الخلفي او السفلي في اليمن بنسميه انفيريور فينا كافا. بيطلع الرينال ارتري من الابدومينال اورتا. الابدومينال اورتا بيبقى ناحيه الليفت، فدي الليفت كيدني ودي الرايت كيدني. فنلاقي ان الرايت رينال ارتري بيبقى اطول من الليفت رينال ارتري. ليه؟ لان البوزيشن بتاعه الكليه بتبقى الرايت مور كرينيال ذان ذا ليفت وان. وعلى العكس بقى يبقى الرايت رينال فين اقصر من الليفت رينال فين، لان الكودا الفينا كافا جنب الرايت كيدني. زي ما حضرتك شايف كده السهم ده بيشاور على الرينال ارتري. الرينال ارتري هيدخل للكليه منين؟ هيعدي فتحه الجيب دي اللي هو الهايلس، ويدخل فين؟ يدخل جوه الساينس. دخل الارتري جوه الرينال ساينس، يبدا ينقسم لايه؟ لعدد من الانترلوبر ارتريز. انترلوبر يعني شرايين ما بين الفصوص. انترلوبر ارتري اللي انا بشاور عليه ده هو اللي باللون الاحمر ده، الانترلوبر ارتريز بالشكل ده كده اللي احنا خدنا حواليه دايره ده بيسموه انترلوبر ارتريز، والانترلوبر فينز ماشيه معاه. خلينا في الانترلوبر ارتريز، يمشي يجي عند السب كورتيكال زون، يعمل ارش كده فيسموه اركويت ارتري او السب كورتيكال ارتري، بيسموه اركويت او السب كورتيكال لانه مشي فين؟ مشي في السب كورتيكال زون اللي هي المنطقه اللي ما بين الكورتكس وما بين المظله. طب بعد كده نشوف على الصوره الثانيه بقى الاركويت دهوت يديني ايه؟ يديني انتر لوبيولار ارتري. انتر لوبيولار يعني ما بين اللوبيولز دي. بعد كده يديني ايه؟ انترا لوبيولار. انترا لوبيولار ده داخل الفصوص، يبقى كان انتر لوبيولار بقى انترا لوبيولار. بعد كده يخرج منه ايه؟ يخرج منه افرانت ارتريول. الافرانت ارتريول ده هوت يدخل يعمل ايه؟ يعمل الجلوميرولاي، يعمل الطافت اوف ذا بلاد فيسز اللي يحصل عندها الفلتريشن، الترشيح في المنطقه ده هيحصل في الجلوميرولاي. وبنلاقي ان الدايمتر بتاع الافرنت ارتريول اكبر من ايه؟ اكبر من اللي هيطلع منه بعد كده اللي هو بنقول عليه ايه؟ افرنت ارتريول. يبقى كان افرنت بقى ايه؟ بقى افرنت ارتريول. كمان بيطلع بقى من الاركويت ارتري او السب كورتيكال ارتري استريت ارتري، ينزل للمظله يبدا يغذي المظله. لو حضرتك شايفه ده الستريت ارتريز اللي ماشيه ما بين الرينال بيراميدز دي، مش هنا الرينال بيراميدز، هنا المظله وهنا الكورتكس. يدخل بقى انترلوبيولار ارتريز، تدخل تكمل كايه؟ كانترالوبيولار. الانترلوبيولار يمشي كايه؟ كافرنت ارتريول. الافرنت ارتريول يخرج من الجلوميرولاي كافرنت ارتريول، كافرنت. وبيبقى دايما افرنت الدامتر بتاعه اكبر من الافرنت ارتريول عشان يحافظ على ضغط الدم في المنطقه دي. فنشوف برضو هنا بيتجمع بقى الدم عن طريق ايه؟ عن طريق الفين. الفين بتمشي في نفس المسار. نبص نلاقي الانترلوبر فينز تتجمع وتكون لما يسمى بالرينال فين. الرينال فين ده هيخرج منين؟ هيخرج من الرينال ساينس على الرينال هايلس، يخرج يصب فين؟ يصب في الكودا الفينا كاف اللي بيشاور عليه السهم ده اللي هو الرينال ارتري والرينال فين. شوف الشكل التوضيحي للبرانشات بتاعت الارتري كده. عندنا دي الرينال ارتري، تخيل حضرتك دي الرينال ارتري، هيديني ايه؟ هيديني الانترلوبر ارتريس ما بين الفصوص، شرايين ما بين الفصوص. بعد كده يخرج منه يلف كده عند ساب كورتيكال زون ويكون الاركويت ارتري او ساب كورتيكال ارتري. يخرج من الساب كورتيكال ارتري انترلوبيولار ارتريز، انترلوبيولار. بعد كده من الانترلوبيولار يخرج ايه؟ انترالوبيولار، داخل الفصيصات بقى، شرايين تدخل الفصيصات نفسها، تدخل الكورتكس نفسه. بعد كده يخرج منها ايه؟ افرنت ارتريولز. الافرنت ارتريولز ده اللي يروح يكون الجلوميريولاس بقى، يكون الجلوميريولاس يخرج كافرنت ارتريول. الافرنت ارتريول الديامتر بتاعه اصغر من الافرنت، او الافرنت اكبر من الافرنت. ليه بقى؟ يبقى ده كان هنا واسع، هنا يبقى ضيق عشان يحافظ على ضغط الدم عند الجلوميريولاس دي. الافرنت ارتريولز يكون لي كابيلاري نتورك،
عند convoluted tubules تتكون نتورك من الكابيلاري، شبكه من الشعيرات الدمويه يسموها كابيلاري نتورك. من الكابيلاري نتورك دي خلاص احنا كده كان شرايين او دم شوراني هيخرج بعد كده، حصل له فلتريشن هيخرج كدم ايه وريدي، والترشيح اللي حصل ده او السوائل اللي حصلت ديت هي اللي هتروح للباومانز كبسول، وبعد كده تروح للconvoluted tubules اللي هي البروكسيمال convoluted tubules واللوبز اوف ذا هانل والديستال convoluted tubules، بعد كده الكولكتنج داكتس، وتصب في بابيلا، تصب في الرينال بلفيس، تخرج عن طريق اليوريتري. يبقى دي القصه بتاعه الايه اليورين فورميشن يعني او تكوين اليورين. الكابيلاري نتورك خلاص احنا سيبنا الجانب الشرياني هنروح للجانب اليورين، هيكون ايه؟ هيكون انتر لوبولار فينز، هيكون ايه؟ انتر لوبولار فينز، هيكون بقى ايه؟ اورده، والاورده دي تتجمع في انتر لوبر فينز، تجمع لي بعد كده الرينال فينز. في ما يسمى بالستريت ارتريوز، الستريت ارتريوز يا تخرج من الاركويت يا تخرج من الافرنت ارتريوز، دي بيسموها ستريت ارتريوز. نشوفها مع بعض كده على الرسمه تاني، اهو ادي الستريت ارتريوز، سواء بتنتشر جوه الكورتكس او جوه المظله، ممكن تخرج من الاركويت او تخرج منين؟ من الافرنت ارتريول، يا تخرج من السب كورتيكال ارتري او الاركويت ده هو تنزل في المظله ما بين الرينال بيراميدز، يا اما تطلع فوق، دي بيسموها ستريت ارتريول. كمان عندنا دوت كاست يعني عمله قالب للاوعيه الدمويه في الكلى، فدخل هنا الرينال ارتري والرينال فين، شاف حضرتك دوت اللي هو الانترلوبر ارتريز وفين اهي اللي هي الاوعيه او الشرايين والاورده اللي ما بين الايه الفصوص بتاعه الكلى، بعد كده هنا تلاقي الاركويت اهو، ومن الاركويت يخرج بقى الانترلوبيولر وبعدين الانترالوبيولر وبعدين الافرنت وبعدين الافرنت. كمان في كابسولار برانشز بتخرج من الارتريول دي تعمل لي ايه؟ تعمل لي نتورك. هنا كابسولار ارتري اهوت عمل نتورك، الكابسولار ارتري عمل النتورك اللي قدام حضرتك، انتشر فيه الكبسول وكون الشكل اللي قدام ايه حضرتك ده، فده كان الارتريال بلاد سبلاي اوف ذا كيدني.